صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بكم في حلقه جديده من البلد دي وكان معنونا على شبكه قنوات بي ان سي وبالاخص بي ان سي فود اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده يوم مميز. ليه يوم مميز؟ هو مش يوم السوشيال ميديا بس هو يوم مميز علشان عاملين كله حلو، الحلو والحلو بتاعنا ما بيتعملش الا للحلوين وهم متابعي البلد يوكن من كل مكان. النهارده الحلو بتاعنا مختلف، الحلو بتاعنا غريب، نبعد بقى عن التقليدي شويه، عن البسبوسه والكنافه وبلح الشام، ونبعد عن الحاجات اللي هي تشيز كيك والحاجات والكريم كراميل والمهلبيه والكلام ده كله، لا نخش كده في حاجه للناس اللي عايزه تتخن. يعني كومنتات كتير جات لي احنا عايزين حاجه تتخن، احنا عايزين حاجه تتخن، عايزين ناكل حاجه تتخن. يعني انا عايزه اقول لهم ان انتوا في نعمه والله العظيم، حته ان انتوا رفيعين دي انتوا مش يعني مش مقدرين النعمه اللي في ايديكم. فالناس اللي عايزه تتخن الحلقه بتاعت النهارده دي مخصصه ليهم، صح يا سوسن؟ الناس دي مش عارفه القيمه اللي في ايديهم والله العظيم. الناس اللي عايزه تتخن النهارده والناس اللي عايزه يكون الاكل بتاع النهارده يديها طاقه، يديها باور، يديها كده حيويه ونشاط وحركه، يتفرجوا على الحلقه بتاعتنا النهارده. لكن الناس اللي مش عايزه تتخن واللي عايزه تخس يمتنعون عن فرجتهم على الحلقه النهارده. حلقتنا النهارده دي ما تخصهمش خالص ولا هتنفعهم حتى بجنيه. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل ثلاث اصناف حلو، الثلاث اصناف مختلفين جداد علينا وما عملناهمش قبل كده. طيب هنعمل اول حاجه ايه؟ التمريه بالسكر. يعني ايه التمريه؟ اي حد عنده التمر اللي هو البلح الطري، حد عنده بلح من بتاع رمضان، جالي سؤال برضو كتير شفته كذا مره ان في حد عنده بلح من بتاع رمضان الناشف ومش عارف يعمل فيه ايه، يستخدمه ازاي؟ طب عايز يعمله عجوه وقلنا يتعمل عجوه ازاي، لكن النهارده ليه استخدام تاني غير ان في كمان لو البلح عندك طري ممكن برضو هنستخدمه. كل اللي انا محتاجاه بلح موجود عندك، عايزه سوداني وفستق ما عندكيش اعملي سوداني بس فاش مشكله، ما عندكيش الفستق ممكن تشيليه بس انا عاملاه عشان يكسر اللون شويه، وعايزه حبه بسكوت سادر اكتر من كده مش عايزه، وعايزه حته زبده كده علشان نطري فيها البلح بتاعنا ويدينا النتيجه المضمونه اللي احنا عايزينها. اسهل من كده مفيش. بصوا ادي بتمر سوداني فستق ممكن نستغنى عنه بس انا حطاه علشان ده اساس الوصفه، ومعايا بسكوت ومعايا زبده، معايا كمان طاسه على النار بتسخن، طاسه على النار بتسخن. هعمل ايه؟ هحط الزبده تسيح فيها عشان هطري فيها البلح، هطري فيها البلح، وفي نفس الوقت هحط طاسه ثانيه تسخن علشان هدي الفستق والسوداني تحميصه على الخفيف كده. مقادير نزلت معانا على الشاشه ومقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه في التمريه بالمكسرات. معايا نص كيلو تمر طري ومتقطع ومتفصص زي ما حضراتكم شايفينه كده. كوبايه بسكوت متكسر ساده، ممكن كمان تعمليه بالشوكولاته زي ما انت عايزه، المتاح عندك الموجود اعمليه. وكوبايه فول سوداني وكوبايه فستق ومعلقتين كبار من الزبده. مسكت الطاسه سخنتها على النار وحطيت فيها الزبده زي ما انتم شايفين كده. الطاسه الثانيه برضو حطيتها تسخن على النار وهحط الفستق والسوداني ياخدوا تحميصه كده حلوه علشان يطلعوا الزيوت والروائح اللي فيه. واحنا شغالين كده عايزه افكر حبايبنا ومتابعينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه من اي رقم ارضي. معلش ما شفتش ان هي لسه موجوده. الله يسلمك يا جمال، صباح الفل عليك يا جمال. شكرا للمقادير. يلا نشيل المقادير بتاعتنا، يلا بينا ارقامنا بقى علشان حبايبنا يشوفوها ويتصلوا بيها من اي رقم ارضي على 0900 9710 ومن اي موبايل على 1710. انتظار مكالماتكم اللي بتسعدنا دايما ان شاء الله. الناحيه الثانيه حطيت اهو الزبده بدات ان هي تسيح، ما استناش ان هي تغمى، واروح نازله عليها بالتمر اللي انا مفصصاه ومقطعاه على السكينه. ومش ممكن مش شرط على السكينه، لا ممكن ان انت تفصصيه وتقطعيه بايديكي كده هيطلع معاكي زي الفل. نبدا ان احنا نطريه جوه الزبده من غير اي اضافات ثانيه. هتبدأي تلاقيه مع السخونيه بتاعت الزبده بدا يطرى معانا، بدا ان هو يبقى عامل زي العجوه اللي هي بالسمن اللي احنا بنعملها. طب يا نونا ينفع اللي انت بتعمليه دوت يتعمل بالسمنه؟ لا. طب ليه؟ علشان انا عايزه المكونات دي كلها تمسك مع بعضها، او بمعنى بلدي كده بتاعنا تقفش مع بعضها. السمنه مش هتخلي المكونات تقفش، لا هتخليها ان هي زي ما هي سايبه. فانا عايزه زبده علشان مجرد ما اسيبها تبرد تبدا ان هي تشد معايا بالشكل ده كده. بدأ بصوا التمر معايا بدأ ان هو يدي طراوه شويه، وانا شغاله وانا بقلب عليه وانا بقلبه كده ابدأ ان انا ادوس عليه علشان يطرى معايا زياده بالشكل ده كده كده. الناحيه الثانيه السوداني
والفستق معانا، عايزاهم بس يطلعوا الزيوت اللي فيهم ويطلعوا روائحهم الحلوه. طيب عندنا كمان البسكوت ويكسر بايدينا، مش عايزاه ان هو يكون مفروم او ان هو معمول في الكبه، لا كل حاجه بسيطه بايدينا. فصصي البلح وقطعيه بايديكي، البسكوت فضيني الاكياس بتاعته وكسريه على ايديكي، وعندك المكسرات وممكن ان انت تشيلي الفستق وتحطي سوداني بس زي ما انت عايزه. طب ينفع ان انا مثلا لو ما عنديش فستق ينونه وعندي سوداني مثلا وزبيب وجوز هند، ينفع اجمعهم كلهم مع بعض واحطهم؟ اه طبعا ينفع. اللي موجود عندك في البيت اشتغلي بيه ووظفيه، مش شرط ان انت تجيبي حاجه من بره. طيب انا دلوقتي اشتغلت في البلح الطري. الناس اللي عندها بلح رمضان اللي هو البلح الناشف نقدر ان احنا نعمله في ايه؟ كل اللي انا عايزاه من حضرتك ان انت بتبداي ان انت تفصصيه وتشيلي النوايا منه وبتنقعيه في ميه سخنه وتديله غلوه على النار، اديله غلوه على النار عشان يطرى معانا خالص، وارجع بعد كده اصفيه من الميه بتاعته. الميه بتاعته ما تترميش عشان ده يعتبر كنز كبير جدا عندنا. طيب الميه بتاعته ممكن اقدر اعمل بيها ايه؟ ممكن هي طبعا البلح بيبقى مسكر، ممكن تاخديها وتحطيها على حليب وتقلبيه ويتشرب لاولادك، بيدي طاقه حلوه جدا علشان ما يبقاش ان احنا رمينا حاجه. طيب باخد بعد كده البلح لما بيطرى ويتصفى خالص من الميه بتاعته، اروح حاطه معلقتين الزبده زي ما عملت كده، وابدا ان انا الفه مع الزبده لحد ما يطرى خالص ويبقى عامل زي العجوه. ارجع بعد كده اروح ماسكه السوداني والمكسرات بتاعتي واروح حطاها عليه. يبقى سواء بلح طري ماشي معانا، سواء بلح ناشف هيمشي برده ويشتغل معانا بالشكل ده كده. بصوا بدات ان هي تطرى بالشكل ده، بصوا بصوا كده لما بندوس عليها وبنبدا ان احنا نفرمها، بصوا الطراوه بتاعتها معانا مين. ونصبح على رميساه ونقول لها صباح الهنا. ايوه يا مدام نون، صباح الجمال على عيونك حبيبتي، عامله ايه؟ الو نورتيني، كلميني تاني، شكرا لاتصالك. ونصبح على منور ونقول لها صباح الهنا. الو الو، صباح الفل على عيون حضرتك، عامله ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ ازيك يا ست نون، عامله ايه؟ الحمد لله بخير، طول ما حضرتك بخير تسلمي لي. انا اللي كلمت حضرتك امبارح وقفل الخط عليا، وانا بقول لك يعني بحترمك اكتر ما بحبك. هو اكيد ما قفلوش الخط عليكي والله العظيم على راسي من فوق، بس اكيد الخط هو اللي فصل، حقك عليا وبعتذر. انت بتقولي بتعملي حلوين حلوين، مفيش احلى منك يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا رب، ما تحرمش منك، الله يكبر خاطرك، تسلميلي، ما تحرمش منك ولا من كلامك الحلو. صباحك انا وسعيد، عشان اصبح عليكي. صباحك انا وسعيد، وانت يا حبيبتي صباح العسل عليك، الورد والياسمين على عيونك الحلوين حبيبتي، يا رب يبارك فيك ويصلح حالك. الله يسعد قلبك ويصلح حالنا وحال الجميع يا رب، اللهم امين. بصوا كده بدات ان هي تطرى ازاي بالشكل ده، مش عايزه اسيبها اكتر من كده على النار، وانتوا كمان نفس النظام علشان ما تبداش الزبده تتحرق معانا مع السكريات اللي نزلت من البلح، فمش عايزاها ان هي تتحرق. ابدا ان انا اعمل كده، ادي المكسرات السخنه واروح بقى شايله من على النار، مجرد ما حطيت المكسرات سخنه مع البلح اشيلها خلاص من على النار كده. ايه ده كده خلصت؟ اه ثانيه واحده بقى كده معايا، ابدا ان انا اجيب بوله غويطه او طبق غويط، وخلوا بالكم ان الحركه دي ما ينفعش اي حد من ولادنا يبقى واقف معانا فيها، ما يبقاش طفل معاكي في المطبخ، لان الحركه دي انت هتستخدمي ايديكي والحاجه سخنه، فما ينفعش ان هو يبقى واقف جنبك لا قدر الله يمد ايده علشان ياكل حاجه او يمد ايده عشان ياخد حاجه. اللسعه بتاعتها بصراحه انا جربتها الصبح، فربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب، اللهم امين. حطيت كل المكونات بتاعتنا على بعض، ونبدا ان احنا نجيب بايركس، نلبس كلافز في ايدينا، ندهن ايدينا بالزيت، والبايركس نفسه هنحط فيه ورقه زبده، ورقه الزبده هندهنها زيت علشان الخليط لما نيجي نطلعه بعد كده ونقطعه يبدا ان هو يتقطع معانا بسهوله. اسهل صنف حلو، انتوا حطينا كل حاجه على النار، كسرنا البسكوت بايدينا ولا استخدمنا كبه ولا استخدمنا اي حاجه خالص. نحضر حاجتنا كده، ورق الزبده اهو، وادي المقص وادي الزيت، ونصبح على ريتاج ونقول لها صباح الهنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما، اموريني. عايزه اعرف طريقه كيكه الشوكولاته. عينيا الاثنين، اقول لك عليها دلوقتي حالا واحنا شغالين. ليكي طلبات ثانيه؟ ماشي. نورتيني يا ريتاج، نورتيني باتصالك. نعمل كده ورق الزبده وندهنه زيت، ليه ندهنه زيت؟ علشان لما نيجي نطلع التمريه بتاعتنا من ورق الزبده ما تلزقش فيه ويطلع بكل سهوله. بالشكل ده كده.
وادي الزيت بالشكل ده، وهندهن ايدينا كمان نفسها زيت واحنا بنقلب التمريه مع بعضها علشان ما تلزقش في ايدينا، وخلوا بالكم الله يبارك لكم علشان هي بتبقى سخنه قوي بالشكل ده كده. واحنا بقى بنقلب كده خلوا بالكم علشان سخنه. نجيب معلقه ونصبح على فيروز ونقول لها صباح الهنا. الو الو صباح الفل، عامله ايه؟ الحمد لله، بحبك قوي حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا، تسلمي لي. عاوزه تورته الشوكولاته بعد اذنك. معايا الاثنين، هنقول دلوقتي مقدار الكيك بتاعها عشان ما نستخدمش الاسبونج، هقول مقدار الكيك واقول لك ازاي تعمليها تورتايه. ماشي. نورتيني حبيبتي، نورتيني بالتسلم. بحبك قوي حبيبتي، الله يسعد قلبك يا رب. مع الف سلام. بصوا هي حلاوتها ان هي بنعجن بايدينا بس عشان هي سخنه ولازم تتعمل وهي سخنه، علشان لو بردت مش هينفع ان هي تتشكل معانا وتتلم، فنخلي بالنا واحنا شغالين. بسم الله، ونصبح على اسماء ونقول لها صباح الهنا. صباح الهنا. صباح الجمال على عيونك حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك يا شيخ نون؟ الحمد لله بخير. استاذنك توطي التليفزيون وتسمعيني من التليفون؟ تسلميلي. بسم الله. بصي كده، انا عايزه اعرف ازاي الكيكه بتهبط مننا في الفرن. عينيا الاثنين. حاضر، عينيا الاثنين يا اسماء، نورتيني باتصالك. هنقول مقدار كيكه الشوكولاته لحبيبتنا اللي طلبتها مننا، ونقول ازاي نستخدمها كتورتايه، ونقول اسباب هبوط الكيك. بصوا كده، حطيت التمريه بتاعتنا بالمكسرات والبسكوت في قالب زي ما انتم شايفين كده، صينيه بقى قالب اللي موجود عندكم، خلوا بالكم علشان سخنه جدا التمر، انتوا عارفين اللسعه بتاعته تبقى عامله ازاي، فنخلي بالنا كويس قوي ايدينا تبقى مدهونه زيت علشان تدينا السطح بتاع التمريه يبقى متساوي وفيه لمعه. ونسيبها تبرد خالص، وبعد كده نبدا ان احنا نقطعها مكعبات او مثلثات زي ما انتوا عايزين، خلوا بالكم علشان بتبقى سخنه. اسهل صنف حلو ممكن تعمليه، علشان الناس اللي كلمتني كذا مره وقالت لي ان عندها بلح ومش عارفه تعمل فيه ايه، والناس اللي عايزه تدخل الحلقه النهارده كلها يعني مش قادره اقول لكم سعرات حراريه تبهدل الدنيا بالشكل ده كده. خلص اول صنف معانا، وبعد ما بتخلصيه بتبداي ان انت تلفيه استريتش وتركنيه يبرد خالص، وبعد ما بيبرد خالص بتبداي بسكينه حاميه تطلعيه من الورق الزبده اللي احنا عملناه وتقطعيه وتقدميه زي ما احنا ما هنعمل دلوقتي. رغده ممكن تجهزي لي مقادير الكيك بتاعتنا؟ تسلمي لي. ممكن لما نرجع من الفاصل قبل ما نبدا في الوصفه الثانيه نتكلم عنها. بسم الله. دي انا عاملاها الصبح بالشكل ده كده، لازم تبرد خالص، ما ينفعش ان هي تتاكل طبعا سخنه، وبنبدا بعد كده نطلعها تتقطع حصل خير، وتقدميها بقى جنب فنجان قهوه. ده تليفوني اللي وقع ده على فكره. بسم الله. ورق الزبده حلاوته بقى ان احنا ايه لما نيجي نقلبها كده يطلع معانا بكل سهوله، وعلشان كمان يبقى مدهون زيت. بصوا بقى لما بتبرد بالشكل ده كده، ولا ما كنتش دهنتها كان ايه اللي حصل؟ احنا دايما دايما بندهن ورق الزبده زيت احتياطيا علشان لو الخامه بتاعته مش حلوه ما يلزقش معانا في الحاجه، حتى لو انتم متاكدين منه جربتوه مره واثنين وثلاثه لا برضو احتياطي يدهنوه زيت علشان ما يلزقش في الحاجه. بس بالشكل ده كده نبدا ان احنا نقطعها علشان نقدم معانا مين؟
معانا مين؟ نصبح على ام حسام ونقول لها صباح الهنا. صباح النور. صباح الجمال على عيون حضرتك. ازيك يا مدام نونة؟ انا اول مره اكلمك. ان شاء الله مش اخر مره، تنوريني على طول باتصال حضرتك. الله يخليك يا حبيبتي. انا ممكن اهني حفيدي بعيد ميلاده؟ طبعا كل سنه وألف خير يا رب. ادهم محمد عيد ميلاده اخر الشهر ده يوم 31/8. كل سنه وانت طيب يا ادهم، وعقبال مليون سنه يا رب بصحه وسعاده. يا رب يخليك يا مدام نونة. شكرا يا حبيبتي، نورتيني. كل سنه وهو بألف خير. بصوا كده الشكل عامل ازاي. نبدا بقى ان احنا نقطعها الحجم اللي انت عايزاه. بقى عندنا صنف حلو من حاجات موجوده في البيت بالشكل ده كده. طريقه سهله جدا وبسيطه، ما خدتش مننا وقت خالص، بس استخدمنا حاجه موجوده ممكن ان انت ما كنتيش لاقيالها استخدام وعايزه تعملي بيها اي صنف حلو. متهيألي ما فيش احلى من الصنف اللي احنا عاملينه ده، هيبقى معاكي زي الفل. تعمليها بقى كده، تلفيها بستريتش، تلفيها بسلوفان، تاخديها مثلا معاكي وانت رايحه رحله. على فكره كل ما بتبقى عامله زي اكنها صنف من حلاوه المولد، بس يعني صنف غريب شويه. خد مننا وقت، ما خدش مننا وقت خالص، وشكلها في منتهى الجمال زي ما حضراتكم شايفين كده، بتتقطع وصحتين وعافيه على قلبكم. يبقى الصنف اللي احنا عملناه اول صنف معانا كان التمريه بالمكسرات، وارجع واقول مش شرط ان انت تحطي فستق، لا ممكن تعملي سوداني وجوز هند وزبيب، مش شرط اللي انا عاملاه، اي مكسرات عندك ما فيهاش اي مشكله. طيب نونا، هو احنا لازم ينفع ان احنا نشيل البسكوت؟ صدقوني بيدوله طعم مختلف. طب ينفع ان احنا نغير البسكوت من ساده نعمله مثلا بسكوت بالشوكولاته؟ طبعا ينفع. اللي انت عايزاه اعمليه، اللي موجود عندك اعمليه، ما فيهاش اي مشكله. تعالوا نكمل تقطيعها ونطلع فاصل، ونرجع من الفاصل هنعمل ايه؟ هنقول لحبايبنا مقدار الكيك بالشوكولاته لو هم يعملوه كيك عادي، او لو هيعملوه تورتايه هيستخدموه ازاي، ويبداوا ان هم يسقوه ازاي. ونرجع كمان نكمل حلوياتنا النهارده، اوعوا تروحوا بعد في اي حته، مستنيكم بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل، عملنا التمريه اسهل منها مفيش، بسيطه جدا بمكونات سهله وبسيطه، وتتقدم جنب فنجان قهوه كده، السكر بتاعه يكون خفيف لان هي مسكره قوي، وتبقى كده حاجه تعدل المزاج وصحتين وعافيه على قلبكم. طيب هنعمل ايه تاني دلوقتي؟ هنعمل صنف حلو قوي لعشاق جوز الهند. بس قبل ما نتكلم عن الصنف ونشوف بيتعمل ازاي وايه اللي بيتحشي بيه وايه المكونات اللي ممكن نشيلها ونبدلها، هننزل الكيك الشوكولاته لحبايبنا اللي طلبوه مننا، ونبدا نتكلم عنه الاول، ولو عايزين نعمله تورتايه ايه اللي هيتحط فيه وايه اللي هيتحشي بيه على طول. طيب جاهزين يا رغده؟ يلا بينا. كيكه المعتمده بتاعتنا اللي ما بغيرهاش في اي حاجه، المقادير دي بتنفع معايا في كل حاجه، كيك للشاي للصبح ماشي، كيك اعمله واعمله للتورتايه ماشي، اعمل كب كيك ماشي، اعمله سويسرول ماشي، ايا كان اللي انتوا عايزينه بعمله بنفس المقادير دي، بتطلع معايا زي الفل. طيب مقاديرنا بتقول ايه؟ هستاذنكم بس نسيبها دقيقه كده علشان يكتبوها او تصوروها. معايا كوبايتين ونص من الدقيق، اربع بيضات، كوبايه سكر، كوبايه زيت، كوبايه حليب، باكت كامل بيكنج باودر اللي هو المقدار بتاعه 16 جرام، معايا كمان باكت فانيليا، ثلاث معالق كبار كاكاو خام. هتعمليها بالشوكولاته اعملي كاكاو، مش هتعمليها بالشوكولاته شيلي الكاكاو وما تحطيش بداله دقيق، لا هو المقدار برده كده هيطلع معاكي مظبوط جدا. بنعمل الكيكايه، بنعمل ايه؟ بجيب الخلاط بحط فيها كل المواد السائله، سكر وحليب وزيت مع البيض مع الفانيليا، وببدا بعد كده اضربهم كويس جدا. الموضوع او الهدف من ضرب السوائل كلها في الخلاط مش ان انا ادي البيض فوم عالي، لا انا مش محتاجه كده، انا محتاجه بس ان السكر بتاعنا يدوب.
طيب اهم حاجه برضو عشان الكيكايه ده اللي انا بقوله ده واحنا شغالين علشان الكيكايه ما تهبطش منك وتطلع معاكي مظبوطه، البيض والسكر وكل المكونات بتاعتنا والحليب والزيت وكله يبقى بدرجه حراره المطبخ، ما ينفعش ان انا اشتغل بحاجه متلجه، لو انت بتشيلي ادواتك كلها في الثلاجه لا نسيبها بره قبلها بنص ساعه ساعه كده تاخد درجه حراره المطبخ اللي شغالين فيه ونبدا بعد كده نضربها. طيب ضربنا السوائل كلها وجبت بعد كده بوله غويطه او طبق غويط نزلت فيه بالسوائل ورحت جايبه مصفه حلوه كده حطيت فيها مقدار الدقيق وحطيت فيها البيكنج باودر والكاكاو نخلتهم كويس عشان النخله دي تديني هشاشان وعلوي للكيكه، بعد كده خلطتهم كويس بالمضرب السلك مسكت الصينيه وقبل ما ابدا في اي حاجه الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180 الرف الوسطاني، حطيت الصينيه بتاعتنا مقاس الصينيه عشان ما تطلعلكيش كيكه رفيعه مقاس الصينيه الخليط بتاعها لازم يكون النص او ازيد من النص بحاجه بسيطه، ما ينفعش الصينيه تبقى قد كده اهو واعمل خليط يديني كده، ما تقوليش هحط معلقه خل او ازود البيكنج باودر عشان يديني ارتفاع، مفيش الكلام ده، هتحطيها في الفرن تلاقيها اترفعت تبقي مبسوطه بيها جدا، ومجرد ما تخرجيها من الفرن تلاقي كل ده نزل تاني. الموضوع مش موضوع زياده المواد الرافعه في الكيك، التزمي بالمقدار هتطلع معاكي مظبوطه، صغري الصينيه عشان يديكي العلاوي اللي انت عايزاه. طيب دي كده لو كيكه بالشوكولاته عاديه خالص، نعمل صوص الشوكولاته بتاعنا اللي هو مقداره سهل جدا وبسيط، كوبايه زيت، كوبايه كاكاو، اسفه كوبايه زيت، كوبايه حليب، كوبايه سكر، بحط الثلاثه مع بعض والمفروض الكاكاو بنزل عليه معلقه معلقه ويكون الكاكاو اللي هو الخام مش اللي هو بسكر مش المحلى. ابدا ان انا اضرب في الخلاط وانزل بالكاكاو معلقه معلقه لحد ما يتقل وياخد القوام اللي انا عايزاه او ياخد اللون اللي انا عايزاه يبقى تمام كده وزي الفل، كده بقى عندي كيكه بالشوكولاته. طيب نونا لو انا عايزه اعملها تورتايه هتنفع؟ اه طبعا تنفع، بس لازم تعمليها قبلها بيوم، ليه؟ علشان ما تجيش تقطعيها وتفرول من ايديكي، عملناها قبلها بيوم سبتها تبرد لفتها استرتش وركنتها على جنب، عايزه تعملي بقى صينيه اتنين تلاته زي ما انت عايزه، المهم ان هي تتعمل قبلها بيوم، جيت تاني يوم قلبتها من الصينيه شلت ورقه الزبده من عليها، ارجع بعد كده اقطعها بالطرنش زي ما اتعلمنا مع بعض اقطع الطبقات بتاعت التورتايه ازاي، عايزه بقى اسقيها كده سيرب حلو كده او تسقيه خفيفه تديني تطعيمه وطراوه للكيكايه بتاعتنا، نعمل ايه؟ عندنا ثلاث اختيارات، الخيار الاول ان احنا لو احنا عم مستخدمين فاكهه معلبه بناخد المحلول بتاعها نسقسق بيه الكيكايه او الرق بتاع التورتايه قبل ما نبدا نحشي. تاني اختيار اللي هو ممكن نعمل ميه بسكر لو انت ما عندكيش حاجه هتحشي بيها فاكهه. طيب تالت اختيار اللي هو ايه؟ صوص الشوكولاته اللي انت ممكن تستخدميه للتزيين ممكن تاخدي منه حبه وتبداي ان انت تسقسقي بيه الكيكايه بتطلع دايبه وطعمها زي العسل. سقسقنا الطبقات بتاعتنا ممكن بقى تحشي كريم شانتيه ممكن تحشي كريم شانتيه وتحطي عليه فاكهه ممكن تحشي جناش شوكولاته ايا كان اللي انت عايزاه اسهل ما يكون والحاجه اللي موجوده عندك توظفيها وتطلع معاكي احلى ما يكون تسلم ايديكي على كل حاجه بتعمليها. كده عملنا الكيك بالشوكولاته واتكلمنا ازاي نحوله من كيك لتورتايه وتسلم ايديكم يا رب. طيب نرجع بقى لحلقتنا والاصناف اللي موجوده معانا النهارده، عملنا التمريه وقدمناها جنب قهوه ودلوقتي هنعمل ايه لعشاء جوز الهند، عايزه مقادير بسيطه جدا والمقادير بتاعتنا النهارده مستخدمه فيها الحليب المكثف. الحليب المكثف وهي المقادير بتنزل لنا، هستأذنك يا رغدة تنزلي مقاديرنا معاه علشان نعمله في البيت يبقى احنا كل حاجة استخدمناها من البيت، في ناس كتير قوي عندها من رمضان اللي فات ربنا يعيده عليكم بالخير يا رب عندهم جوز هند ومش عارفين برضو يستخدموه ازاي الا في التزيين، لا الوصفه النهارده بتاعتنا هنستخدم فيها جوز الهند اللي انت شايلاه في الفريزر. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل مكعبات جوز الهند بالسمسم، مش عايزه تحطي سمسم ما فيهاش اي مشكله مش هيأثر على الوصفه بس بيدي تطعيمه حلوه قوي مع جوز الهند. معايا كوبايه كوبايه بسكوت مطحون بيدي برضو تطعيمه حلوه ولو مش عايزه ان هو الساده الابيض ممكن تحطي بالشوكولاته هيديكي شكل وتطعيمه في منتهى الجمال. كوبايه فول سوداني وكوبايه الفول السوداني فرموها في الكبه بالشكل ده كده هي والبسكوت واحد علشان دول مع بعض كده هخلطهم وهتبقى الحشوه بتاعتنا. معايا نص كوبايه سيرب تقيل لو ما عندكيش سيرب تقيل حطي معلقه عسل جلوكوز، ما عندكيش عسل جلوكوز حطي معلقتين عسل نحل. اختيارات كتير وانت شغاله ممكن ان انت تبدليها، معلقه صغيره ميه ورد علشان تديني الحشوه قوام حلو كده وريحه حلوه، ثلاث كوبايات من جوز الهند وممكن نقللهم او نزودهم على حسب ما انت عايزه، معايا ثلاث معالق كبار سكر بودره، نص كوبايه من السمسم الني مش محمص، معايا كمان نص كوبايه حليب مكثف. هننزل المقادير الحليب المكثف برضو تكتبوها وتصوروها عندكم بيطلع احلى بكتير جدا ما بنجيبه من بره. محتاجه ايه للحليب المكثف؟ اجيب الخلاط واحط عليه كوبايه ميه مغليه
ولازم تكون ميه مغليه بتغلي قدامك كده، ما تبقاش دافيه ولا سخنه، عادي تكون بتغلي. احطها في الخلاط واحط عليها ربع كوبايه من الزبده وكوبايه لبن بودر وكوبايتين سكر وفانيليا. وخلوا بالكم من حاجه مهمه جدا في الكيك، الكوبايه اللي عيرنا بيها السوائل هي هي اللي عير بيها الدقيق. هنا نفس النظام، الكوبايه اللي تعيري بيها الميه هي هي اللي تعيري بيها السكر، هي هي اللي تعيري بيها الحليب البودر، هي هي اللي تعيري بيها الزبده. كله بنوحد المقدار اللي احنا بنشتغل بيه. ضربت كله في الخلاط، لقيت ان هو خفيف شويه، سيبيه 10 دقائق كده، ان كل ما بيقعد كل ما بيتقل. هيديكي قوام في منتهى الجمال. بصوا قوام الحليب المكثف عامل ازاي، شايفين؟ امشوا على المقدار مظبوط، يديكوا نتيجه هايله بالشكل ده كده. طيب تعالوا دلوقتي نشتغل في الوصفه بتاعتنا. كل اللي انا محتاجاه، محتاجه بولتين، بوله كبيره وبوله صغيره. دي النسخه اللي انا عاملاها الصبح وهوريها لكم دلوقتي. طيب اول حاجه هعمل ايه، هروح حاطه كده البسكوت مع السوداني، واروح نازله عليهم بالسيرب كده. انا دي الحشوه بتاعه الجوز الهند، السيرب ده علشان يمسك لي المكونات مع بعضها، واروح حط عليه ميه الورد. ده كده الحشو. طيب الطبقتين بقى اللي فوق وتحت، جوز الهند، السمسم، ممكن نحطه محمص او ني زي ما انتم عايزين، سكر بودر، نسيت، مش مشكله، وادي الحليب المكثف. بالشكل ده كده يبقى كده حطينا ايه، الجوز الهند مع السمسم مع السكر البودره مع الحليب المكثف في طبق. والطبق التاني حطيت البسكوت والسوداني والسيرب التقيل او عسل النحل او عسل الكلوكوز، ايا كان اللي موجود عندك اشتغل بيه. ده في بوله وده في بوله، وده المفروض ان هو يتقلب مع بعضه وده يتقلب مع بعضه. بس جوز الهند انا محتاجه ان هو يتقلب بايديا، ليه؟ علشان انا عايزه المكونات بتاعته تتخلط كويس قوي مع الحليب المكثف وتبقى ليها قوام معين كده، هوريه لكم دلوقتي. احنا معانا تليفون، معانا تليفون ولا فصل؟ طيب تمام، نعمل كده. عندي هنا اول حاجه البسكوت مع السوداني. طيب يا نونا، ينفع ان انا اغير السوداني او احط معاه حاجه تانية، احط مثلا سوداني وزبيب، اعمل زبيب بس زي اللذيذه كده او زي جوز الهند اللي بيبقى محشي زبيب بس؟ ممكن طبعا ينفع. مش عايزه تحطي سوداني ما تحطيش، حطي زبيب. انا حاطه سوداني مع بسكوت، ممكن تحطي لو عندك فستق عشان يبقى اللون مثلا تكلفه فخمه شويه، او ان انت تكوني مكلفه الصنف شويه، بس احنا بحاول بقدر الامكان ان اللي احنا نعمله يبقى على قد ايدينا. لكن لو انت عايزه طبعا اي نوع مكسرات زي ما انت عايزه. بصوا كده، دي الحشوه اللي هي سوداني وبسكوت. ممكن نشيل البسكوت الابيض ده ونحط بسكوت بالشوكولاته اللي انت عايزاه. وحطيت عليها السيرب التقيل ومعاها كمان ميه ورد علشان تديني ليها حلو. الناحيه دي حطيت ايه، جوز الهند مع السمسم مع السكر البودره مع الحليب المكثف. وعايزه اقول لكم على حاجه، لو انت عامله كميه حليب مكثف، وهي ده اللي رغده قالت لي عليه وانا قلت لها ده انا نسيت، لو انت عندك كميه حليب مكثف معينه او بسيطه ومش عارفه اذا كان الجوز الهند هياخدها كلها ولا لا، فنبدا ان احنا نحط السكر البودره مع الحليب المكثف مع السمسم الاول، وانزل بجوز الهند شويه شويه لحد ما الكميه بتاعتي تلم معايا. لكن انا نسيت بصراحه ورحت حاطه جوز الهند كله، بس ما فيهاش مشكله، هيطلع معانا ان شاء الله مظبوط. بنخلط كله كويس كده بالشكل ده، شايفين المنظر؟ لازم الحليب المكثف والسكر البودره يشربهم جوز الهند كويس قوي. طيب كده خلصت؟ لا لسه ما خلصتش، احنا يعتبر الوصفه خلصت لكن لسه التجميعه بتاعتها. ايا كان بقى اللي موجود عندك، عندك صينيه، عندك قالب، عندك ايا كان، صينيه كده، واروح جايبه ورق زبده وادهن برضو ورق الزبده بالزيت، يا اما ممكن نعملها استريتش ما فيهاش اي مشكله، حسب اللي موجود عندك. بس انا بصراحه وانا بعمل النسخه الصبح حطيت ورق زبده في الارضيه ودهنته زيت خفيف قوي عشان برضو ما يلزقش مني.
بنقسم بقى اللي احنا عملناه ده على مقدارين، اللي هو ايه؟ اللي هو جوز الهند، علشان طبقه في الارضيه وطبقه تبقى من فوق. بسم الله بالشكل ده كده. نغلف بيها ورقه الزبده كلها علشان تبقى واخده كله مع بعض. ناخد من الجوانب كده وناخد من كل حته علشان نحط جوز الهند بتاعنا. واحنا كده بنحضر حاجتنا علشان نجمع الطبق بتاعنا، بنصبح على ام وعد ونقول لها صباح الهنا. صباح العسل. صباح الجمال. استاذنك بس قبل اي حاجه توطي لي التلفزيون، ممكن؟ حاضر، من عينيا. تسلمي عينيكي. تسلم ايدك وتسلم عينك وتسلم كل حاجه حلوه. سلم عمرك من كل شر يا رب. تسلمي. انا اللي كنت مكلمك انا وحماتي ايمان. اهلا بيكي، عامله ايه؟ حماتك عامله ايه؟ يا رب يخليكي يا غاليه يا جميله يا كل حاجه حصلت في الدنيا. الله يسعد قلبك يا رب من كل شر. والله العظيم انا بحبك موت، يعني بعتبرك زي امي. والله على راسي على راسي يا حبيبتي، ده شرف. والله العظيم انا بحبك موت. تسلم ايدك، كل سنه وانت طيبه يا جميله. سلم عمرك من كل شر يا حبيبتي. تسلمي. يا رب يخليكي وينصرك على من يعاديكي ولا يكره اي حد فيك يا رب. يا رب اللهم امين. يا رب اللي يقول عليك اي كلمه وحشه يعني ربنا يجازيه بجد. يا رب اللهم امين يا حبيبتي. انا اصلا لما بصبح كده الصبح ما بحبش اشوفها الا صورتك انت في التلفزيون بالذات. الله يسعد قلبك يا رب ويكبر خاطرك. تسلمين. يجعلك سعيده ويجعلك كل حاجه حلوه في الدنيا يا رب يخليك. الله يبارك لي في عمرك. اللهم تسلم ايدك. انا اصلا ايدك دي لو انا طايله بصها كنت بصها. والله العظيم الله يبارك لي فيكي. استغفر الله العظيم يا رب. والله العظيم انا اصلا يعني امي ما كانتش عايشه معايا، انا بعتبرك زي امي بالظبط. على راسي يا حبيبتي والله العظيم، ده شرف ليا. انا اصلا كل يوم بشوفك ببقى عاوزه اكلمك كل يوم. والله على راسي، تنوريني كل يوم، مستنياكي كل يوم تكلميني. نورتينا الله يسعد قلبك يا حبيبتي. بصوا كده، خدنا دهنا ورقه الزبده زيت ورحت حاطه نص كميه جوز الهند بالشكل ده. بالشكل ده كده بططناه علشان تبقى طبقه متساويه. وارجع بعد كده اروح واخده الطبقه الثانيه اللي هي البسكوت مع السوداني مع السيرب مع ميه الورد بالشكل ده كده. وابدا ان انا افردها كويس جدا بالشكل ده علشان تاخد نفس الشكل. بالشكل ده كده. نصبح على مين؟ نصبح على هنا ونقول لها صباح الهنا يا هنا. صباح الفل. صباح الجمال على عيونك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما. اموريني. عايزه اسال على الرز بلبن. الرز بلبن عينيا الاثنين. ليكي طلبات ثانيه؟ لا شكرا. نورتيني عينيا الاثنين. احلى رز بلبن علشان احلى هنا في الدنيا. بصوا كده انا عملت ايه دلوقتي. لما لقيت طبعا انت لو بايدك ممكن تبلي ايدك سنه ميه وتشتغلي عادي، لكن انا رحت عامله ايه علشان الطبقه عماله تلزق في الكلافز اللي انا لابساه، دهنت دهنه زيت بسيطه جدا ما تسكرش، يا دوب بس علشان الطبقه ما تلزقش في ايدي. بالشكل ده كده بالمنظر ده. فردت الطبقه كلها وارجع بعد كده اروح عامله ايه؟ جايبه باقي طبقه جوز الهند اللي فاضله. بالشكل ده كده. وابدا برضو اروح اضغط. بقى عندي طبقتين، طبقه من فوق وطبقه من تحت من جوز الهند، والطبقه اللي في النص اللي هي عباره عن سوداني وبسكوت وسيرب وميه زهر او ميه ورد. اهم حاجه ميه الورد اللي هنستخدمها في الاكل، مش اللي بنجيبها من الصيدليه، لا اللي بجيبها من عند العطار دي غير دي، لكن التجميل اللي هي من الصيدليه. بالشكل ده كده بططنا الطبقه الثانيه. ننضف حوالينا واوريكم بقى بنسيبها تمسك مع بعضها شويه. عايزه تحطيها في الثلاجه ما فيهاش اي مشكله، عايزه تسيبيها بره زي ما انت عايزه، بس كده كده اصلا البلاتو عندي ساقع شويه، فعلشان كده انا لما عملتها الصبح رحت سايباها بره ما حطيتهاش في الثلاجه علشان ما تنشفش مني. طيب رجعت بعد كده، بعد ما بنعملها بنقفلها بستريتش وبروح ركناها على جنب لحد ما نيجي نقدمها. باجي اقدمها بكون بقى سايبه من بره كده حبه سوداني، عايزه عندك لوز مثلا، عندك فستق، ايا كان اللي موجود عندك اعمليه. بعمل ايه؟ بروح جايباها كده بالشكل ده. بصوا انا اتعمدت ان انا اعملها في حاجه مختلفه عن اللي معمول، يعني انا عاملاها الصبح النسخه بتاعتها في حاجه مدوره، اما جيت اشتغل على الهواء عملتها في حاجه مربعه علشان تعرفوا ان مش شرط
مش شرط ان انا عشان عاملاها في حاجه مدوره تعمليها نفس النظام. هعمل ايه دلوقتي؟ نعمل كده. بسم الله. حاضر، عينيا الاثنين، نقدم طبقنا ونرد على المواعده حالا. بسم الله. بصوا كده، ادي بقى فايده ورقه الزبده ان مدهونه زيت، طلعت لنا الصنف بتاعنا تمام وزي الفل. حد هيقول لي يا نونا طب ما هو اصلا جوز الهندي ما هو فيه الزيوت بتاعته، ما هو ممكن اكيد ما يلزقش، بس ما تنسوش ان احنا حاطين سكر بودر وحاطين حليب مكثف، فممكن ان هو يلزق معانا. طيب هنبدا نقطع كده الطبق بتاعنا. ليه كده؟ واحنا بنكلم مين يا رغده؟ واحنا بنصبح لما اميره ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل يا نونا، عامله ايه؟ صباح الجمال على عيونك حبيبتي، عامله ايه؟ سنة طيبة يا حبيبتي، بنسبة السنة الهجرية انت والقناة والكاست كله حبيبتي. وعايزة اقول لكم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما داع لله داع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت جربت المدينة مرحبا يا خير داع. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويا رب السنه الجايه يكون كل اللي نفسه يفرح يا رب، بنات واولاد افرح بيهم كلهم، وروان الجميله المحترمه وياسمين كل البنات والكاست كله يا حبيبي. يا رب يا رب، اللهم امين يا رب. احلى صباح ده ولا ايه؟ ما تتحرمش منك، تسلمي لنا. بصوا بقى تعالوا كده نطلع كده حته، بصوا المنظر معايا عامل ازاي. جوز هند من تحت وجوز هند من فوق، وادي طبقه السوداني بالبسكوت في النص. تعالوا نطلع حته كمان بالشكل ده كده، حاجه في منتهى الجمال، جربوها ومش هتندموا. عشاق جوز الهند هيبقوا عارفين انا بتكلم عن ايه كويس. اوه بالشكل ده كده، حاجه كده سهله وبسيطه، ما خدتش مني وقت خالص. طلعوا المكونات اللي عندكم في الفريزر او في الثلاجه من شهر رمضان، اللي هو بقى سواء بلح او جوز هند او ايا كان اللي موجود عندنا، حبه سوداني على حبه زبيب، بقى عندنا صنف حلو. بنعمل زي ما بيتكلموا او ما بنقول بالبلدي كده، بنعمل من الفسيخ شربات. حاجه موجوده عندنا، يا دوب عملنا حليب مكثف على قدنا، ما تشتريهوش من بره علشان بره بيبقى غالي، بل بالعكس لو عملتيه في البيت هيديكي تطعيمه احلى كمان ما بنجيبه من بره. طب نصبح على امينه ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل. حاضر، عينيا الاثنين نورتيني. استاذنك توطي التلفزيون تسمعيني من التليفون. ماشي، تسلمي. انا التليفون. اموريني حبيبتي، سامعاكي. عايزه وصفه التورته. عينيا الاثنين، احنا لسه قايلينها في اول الحلقه بس اقولها تاني عشان عيونك. حاضر عينيا الاثنين، نورتيني. يلا نطلع فاصل، نطلع فاصل. عملنا صنفين حلو، عملنا التمريه وقدمناها جنب قهوه، وعملنا جوز الهند بالسمسم وبالحليب المكثف وحشيناها حشوه على قد ايدينا. نطلع بقى فاصل وعندنا صنف حلو ثالث. الصنف الحلو الثالث ده يعتبر، او انا بعتبره يعني حاجه كده من حلويات مولد النبي بمناسبه السنه الهجريه. طبعا انا حبيت ان انا ادخله معانا كده، حاجه تفكرنا بمولد النبي، حاجة سهلة جدا وبسيطة بنعملها بمقدار مظبوط ان شاء الله باذن الله تعجبكم وتنرضكم. نطلع فاصل ونرجع نجاوب على ام وعد اللي اتصلت في الفاصل وسألت على لحمة الحواوشي، هل هي نية ولا مستوية؟ هجاوب عليها بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حتة ومستنيكم. رجعنا من الفاصل. قبل ما نطلع الفاصل كانت ام وعد اتصلت بينا وقالت في الفاصل ان هي عايزه تسال على اذا كانت اللحمه بتاعت الحواوشي بتتحط نيه ولا مستويه. لا يا ام وعد، اللحمه بتاعت الحواوشي بتتحط نيه مش مستويه. اهم حاجه ما تحطيش فيها فلفل، اهم حاجه ما تحطيش فيها بصل بميته.
مش بصل، لا لا حطي بصل بس يبقى معصور كويس جدا عشان ما يسيلش معاكي ويبوش العيش ويخلي اللحمه خفيفه. ما تحطيش فلفل عشان بيسود وبيبدا ان هو يدي ميه، ما تحطيش طماطم عشان برده بتدي ميه وبتسود وبتحمض الحواوشي. طيب المقدار بتاع الحواوشي او الخلطه بتاعه الحواوشي بنعمل ايه؟ بنجيب لحمه مفرومه وبنجيب دهن كلاوي. ايه هو الدهن الكلاوي ده يا نونا؟ ما تحطيش ليا اللي هي بتجرمس في البق، ما تحطيش دهن اللي هو اللي بيتجاب من عند الجزار يقول لك ايه خدي حته الدهنه، لا دي ما تفهمهاش مع اللحمه، بتخلي اللحمه تكش عن مطرح عن مكان ما انت حطاه، وفي نفس الوقت بيخلي البق يجرمز قوي يدهن. طيب بنجيب ايه علشان يديني تطعيمه حلوه وفي نفس الوقت ما يدهننش معانا؟ بنجيب دهن الكلاوي. ايه هو دهن الكلاوي ده يا نونا؟ المنديل اللي احنا بنعمله الطرب. بناخد الحتت اللي هي التخينه اللي على الحروف دي نبدا نفرمها مع اللحمه بتطلع معانا زي الفل. حطي بهارات لحمه، حطي ملح، حطي فلفل اسود، بصل مبشور، ما تحطيش ولا طماطم ولا فلفل، مش عايزه اكتر من كده. طيب هل يا نونا الجزارين اللي بره بيحطوا لحمه صافي؟ لا ما بيتحطش لحمه صافي. امال ايه اللي بيبقى ماسك اللحمه كده وبيخليها راميه معانا معاهم في الرغيف وما تاخدش كتير وتتكلف كتير؟ بيحطوا مع اللحمه فول صويا، ودي حاجه مؤكده، بيحطوا مع اللحمه فول صويا. ما فيش جزار بيعمل لحمه مفرومه صافي. بيعملها ازاي بقى؟ بيبدا ينقع مثلا لو 5 كيلو لحمه بيحط عليهم كيلو فول صويا، 5 كيلو لحمه بيحط عليهم في كيلو فول صويا، بيرمي معاه الكيلو الفول الصويا ده وهو ناشف، لما بيتحط في ميه وبيبدا ان هو ينفش معانا يبدا يدي قد كده. الاثنين الكيلو دوت ممكن يدي 2 كيلو ونص 3 كيلو كمان اللي هو الفول الصويا، بيبدا ان هو ينفش معانا قبل ما بيحطوه في اللحمه بيمسكوه يحطوه في شاشه ويعصروه قوي، يتعسر قوي، يبداوا يفرموه مع فرمه اللحمه مع البصل مع التوابل. حطي جوزة الطيب، حطي بابريكا، حطي ملح وفلفل اسود، حطي بهارات لحمه، كل ده بيتفرم مع المفرمه كله مره واحده ويبداوا ان هو يبداوا يشتغلوا بيه مع الدهن الكريم. حاجه تانية كمان، لما بيجوا يحطوا البصل ما بيحطوهوش في ميه، البصلايه بيمسكوها يقطعوها ويبداوا ان هم ينشفوها لو في اللي هو الصماد بتاعها او اللي هو اللون الاسود اللي هو المهبب شويه دوت كده الهباب الخفيف ده، بيبداوا يمسحوه ما ينقعوش في ميه. ليه؟ لو اتنقع في ميه بيشرب الميه بتاعته زي السفنج، يجوا يفرموه مع المفرمه يبدا يسيل اللحمه ويبقى يبدا يخفها وتبقى مش ماسكه نفسها. فهم بيمسكوا البصل بيبداوا ان هم يمسحوه بفوطه كده ويبداوا ان هم يحطوه في الكبه مع اللحمه على طول ومع ال بسم الله مع دهن الكلاوي، ويتفرم كله مع بعضه مع التوابل مع الفول الصويا، ويبداوا ان هم يقسموه. بيقسموه ازاي؟ بيعملوه جرامات، يعني بيقسموه. طبعا لو انت مثلا رايحه عند جزار مش هيبدا ان هو يشتغل وانت واقفه، لا بيبقى مقسم اللحمه ديت اكياس صغيره كده، كل واحده مثلا على حسب بقى التكلفه بتاعت الرغيف هو بيحسبها ازاي، كل واحده مثلا يا 50 جرام يا 100 جرام، وعلى حسب التكلفة ممكن توصل ل 150 جرام لكن مش أزيد من كده، على حسب برضو حجم الرغيف والتكلفة بتاعته هو عامل السعر بتاعه كام. بيبدأوا يقسموها في التلاجة، خلاص عنده مثلا النهاردة أوردر أو عنده الطلبية بتاعت النهاردة، بيبدأ يطلع على قد العيش اللي هيعمله، بيبدأ إن هو يحط اللحمة ويبدأ يرصها فوق بعضها الرغيفة جاهزة وعلى التسوية على طول. فاللحمه بتبقى نيه، قلت لك الحشوه بتبقى عامله ازاي، بيتبلوها ازاي، بيقسموها ازاي. طيب احنا كستات بيوت لما بنيجي نعمل الحواوشي ما بنعملوش ونحطه في الفرن على طول، بيبدا يقرمش ويبقى ناشف معانا، ممكن تعمليه على الجريل من فوق البوتاجاز. طيب ايه تاني؟ بنجيب ورق ابيض او ورق زبده بدهنه دهنه زيت مع دهنه ميه وابدا ان انا الف بيه الرغيف واحطه في الفرن. اللحمه بتستوي ارجع اطلعه افتح كده الورقه بتاعته واسيبه دقيقه يبدا ان هو يقرمش لكن طري. ما ينفعش ان انا اسيبه وهو من غير ما الفه بورق زبده بيبدا ان هو ينشف معايا جامد واللحمه تتمص وتنشف. فنبدا نسوي يا اما على البوتاجاز من فوق يا اما نلفه في ورق زبده. اتمنى اكون افدتك يا موعد. طيب عملنا صنفين حلو النهارده، التمريه وعملنا كمان جوز الهند بالسمسم. نيجي نعمل ايه دلوقتي؟ حاجه كده زي السمسميه. وانا بعمل النسخه الصبح وانا اللي عامله الثلاث نسخ بتاعه الحلقه بتاعه النهارده، وانا بعمل وهنزل لكم الكواليس بتاعتها على صفحتي، وانا بعمل النسخه الصبح دي حاجه انا ببقى حابها وانا شغاله فيها، ايه اللي هيفرق معايا او ايه اللي انا هقابله او ايه اللي هيقابلني وانا شغاله ولازم ان انا اكون قايله لكم عليه ان انتم ما تعملوهوش. لكن لما باجي اشتغل على الهواء على طول او بدي المقادير للمطبخ هو يشتغل خلاص هو عملها لكن ما قاليش على ايه، على ايه اللي قابله وهو شغال. عندي رول السمسميه بالسوداني، هقول لكم ايه الخطا اللي انا عملته الصبح وهتفاداه وانا بعمل دلوقتي. طيب عندنا رول السمسميه بالسوداني، شايفين المنظر بتاعه عامل ازاي؟ اطلع الطبق قدام كده
رول السمسميه بالسوداني. عندي طبقه الفول السوداني اللي هي الحشوه اللي جوه، طب انا ادفع ان انا ابدلها؟ او اساس الوصفه بيتعمل بالفستق، لكن احنا عشان عاملين حاجات على قد ايدينا فمبدلينها بالسوداني، ما فيهاش اي مشكله، مش هتقول لنا لا. طيب طبقه الفول السوداني محتاجه كوبايتين فول سوداني يكون متحمص ومجروش، وهو متحمص كده انا هحطه على النار عشان لازم يكون سخن. الوصفه بتاعتنا لازم السوداني والسمسم لازم يكونوا سخنين زي ما بنيجي نعمل السمسميه او الفوليه عادي، فانت حمصيه وبعد كده لما تيجي تعملي الوصفه عشان ما ياخدش معاكي وقت. كوبايتين فول سوداني مجروش، معايا معلقتين كبار من السكر، 4 معالق كبار عسل نحل، معلقه صغيره ميه ورد، نص معلقه صغيره حبهان، ومش قادره اقول لكم بودر، مش قادره اقول لكم ريحته في الوصفه عامله ازاي في الوصفه نفسها سواء ريحه او طعم، ونص معلقه صغيره ليمون. دي الطبقه اللي هي الاولانيه بتاعت السوداني، وخلوا بالكم ان الطبقه دي لازم تتعمل وتتساب دقيقتين ثلاثة وبعدها تتعمل دي في وقتها، يعني دي لما تيجي تتعمل طبقة السمسم لما تتعمل لازم تكون طبقة الفول معمولة وجاهزة. ليه بقى؟ ده الخطأ اللي أنا وقعت فيه الصبح، إن أنا اشتغلت في الاتنين مع بعض علشان أخلص بسرعة عشان كان معايا النسخ التانية. اشتغلت في الاتنين مع بعض، فعلى ما السوداني بدأت إن أنا أشكله علشان أبدأ أحشيه جوه السمسم، كان السمسم الطبقة بتاعته نشفت معايا، فلما جيت ألفه بدأ يكسر، ما طلعليش زي ما أنا عايزاه. يعني الرول اللي انا مقطعه قدامكم ده كده بواقي التكسير بعد ما اتكسر، لكن هو لو كان لسه طري واتلف معايا وتمام كان طلع معايا زي الفل وهعمله قدامكم دلوقتي. فده اللي انا بتكلم فيه، لما نعمل طبقه السوداني لازم يكون ما عملتيها وخلصتيها خالص وشلتيها من دماغك وحطيتيها تبرد شويه كده، تبرد مش تبرد خالص، تدفى وتروحي شغاله في طبقه السمسم، علشان مجرد ما طبقه السمسم اتعملت تروحي لفاها على السوداني وتبداي تقطعيها بسهوله عشان ما تكسرش معاكي. طيب تعالوا نشتغل كده طبقه السمسم. معايا 3 كوبايات سمسم محمص، معايا 4 معالق كبار من السكر، 4 معالق كبار عسل ابيض، معلقه صغيره ميه ورد اللي هي من عند العطار للحلويات، نص معلقه صغيره حبهان بودر، ونص معلقه صغيره عصير ليمون. نفس المكونات اللي هنا هي هي المكونات اللي هنا، نفس اللي هنا هي هي اللي هنا، عشان كده انا لما جيت اشتغلت الصبح رحت شغاله في الاتنين مره واحده، لكن غلطت لما انا عملت حاجه زي كده. لا، المفروض تخلصي السوداني وبعد كده تشتغلي في السمسم. طيب تعالوا بقى كده دلوقتي هنشوف نعمل ايه. عندي طاسه سخنه على النار، هروح حاطه فيها السكر البودر السكر بتاعنا بالشكل ده. اوطي النار شويه. واروح نازله عليه بالعسل. حاضر، موجود موجود. بصوا كده الطاسه عشان كانت سخنه قوي فعشان كده السكر كرمل على طول. لا انا اهو حطيت العسل مع السكر بالشكل ده كده اهو، يديني لون الكراميل الحلو ده. انزل على طول بعصير الليمون، وادي ميه الورد او ميه الزهر، وادي الحبهان البودر. الناحيه الثانيه عندي السوداني متحمص لكن انا عايزاه يكون سخن. بصوا عشان الطاسه سخنه قوي فالسكر اتكرمل على طول معايا، لكن هو المفروض الطاسه تبقى يعني اهدى من كده علشان ياخد وقته على النار. هديت النار خالص اهو، لازم السكر يدوب، ريحه الحبهان هايله. الناحيه الثانيه السوداني سخن، اروح ابصوا عامله ايه. بسم الله، السوداني سخن ونزلت بيه على الكراميل مع السكر وعسل النحل، ريحه الحبهان بجد فظيعه. وابدا ان انا اعمل كده، خليت السوداني اتشرب خالص اللي احنا عاملينه بالشكل ده. بعد ما اتشرب كل اللي احنا عاملينه هعمل ايه؟ بعد اذنك يا فاتن دي تتغسل عشان عايزاها. هروح شايله من على النار واروح جايبه ايه معايا؟ جايبه استرتش وجايبه ورق زبد. استرتش وورق فويل اسفه. واعمل كده علشان خليط السوداني اللي انا عملته ده هلفه في الاستريتش عباره عن رول، عشان الرول ده هيبقى هو جوه الرول التاني بالشكل ده كده. عشان كده بقول لكم ده هياخد وقت
ان هو يمسك معايا شويه ويهدى شويه من السخونيه علشان يكون متشكل اللي انا عايزاه بالشكل ده كده. في غلطه تانية غلطتها الصبح وانا شغاله، عملت ايه؟ مسكت ورقه الفويل رحت دهناها زيت ورحت حاطه فيها الخليط، جيت لما فككته بسم الله بدا ان هو ورق الفويل بدا ان هو يلزق معايا، عشان كده برضو رحت دلوقتي اهو حطاه في ورق زبده ورق ستريتش بالشكل ده كده. نعمله رول رفيع بالشكل ده وابدا ان انا خلوا بالكوا خلوا بالكوا عشان سخنه قوي. بالشكل ده كده. طيب هو المفروض دلوقتي نعمل ايه؟ بيتحط في الثلاجه حوالي 10 دقائق عشان يشد معانا. يلا بينا تعالى نطلع فاصل عشان انا مش هينفع اعمل السمسم الا لما ده يشد. نطلع فاصل هعمل ايه؟ هحط الرول اللي معانا ده في التلاجة او عشان يسرع معانا شوية هحطه في الفريزر علشان يشد معايا من العسل اللي احنا حطيناه ويبدأ ان هو يبقى معايا سليم وابدأ ان انا اشتغل بيه بكل سهولة. هرجع من الفاصل هنعمل السمسم زي ما عملنا السوداني بالظبط، بس السمسم بقى هنعمل فيه ايه؟ هنفرده مبطط علشان اروح واخده رول السوداني حطه جوه السمسم والفه رول ويتقطع وهو سخن. ما ينفعش تتقطع، لو بردت معايا شويه وشدت معايا هتبدا تكسر، لكن لا انا عايزاه يكون وهو دافي كده ابدا اقطعه عشان يطلع لي بالشكل ده كده. ده بقى ممكن ان احنا نشيل السوداني ونحط بداله فستق، هيبقى حلو في منتهى الجمال، التسكيره بتاعتها حلوه قوي وطعمها هايل. نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نكون حطينا السوداني في الثلاجه او في الفريزر يشد معانا، ونرجع نعمل الرول ونبدا ان احنا نلفه مع بعض كل ده بعد الفاصل او في اي حته من الثلاجه. ورجعنا من الفاصل، حطينا الرول في الفريزر وبعد كده هبدا ان انا اعمل السمسم دلوقتي، واول ما افرده نجيب الرول ونلفه على بعض على طول. عندي طاسه على النار مش عايزاها سخنه قوي علشان ما يحصلش زي اللي حصل. هبدا اعمل ايه؟ اروح حاطه السكر بالشكل ده كده واروح نازله عليه على طول بالعسل ويبداوا ان هما يتكرملوا مع بعض. بص مجرد ما هننزل كده ويبدا السكر يسخن هتلاقوا العسل بدا ان هو يسيح معاه ويبدا ان هو يغلي سوا. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ابدا بقى اعمل كده وهيبدا يسيح، اروح جايبه على طول كده سباتولا وابدا ان انا اقلب. في السكر العادي لما بنيجي نكرمله استحاله نمدي فيه معلقه ولا سباتشوله ولا اي حاجه خالص. طب اشمعنى يا نونا المره دي بتقلبي بالمعلقه عادي كده ومش قلقانه ان هو يسكر او حاجه؟ لان انا في عسل نحل، عسل النحل هيفك معايا دلوقتي اهو ويخليه ان هو يكرمل تمام وزي الفل. مجرد ما يبدا يكرمل عندي الليمون وعندي ميه الورد وعندي الحبهان. بالشكل ده كده هيبدا لونه يغمق ويكرمل معانا. الناحيه التانية هعمل طاسه، السمسم عندي متحمص لكن لازم برضو يبقى سخن زي السوداني بالشكل ده كده. ما نحطهوش ونروح ننشغل في اي حاجه، لا عشان يطلع معانا مظبوط اعمل كده بسم الله. محدش يقول لي الحبهان ازاي وطعمه وريحته، عايزه اقول لكم ان هو حاجه عربيه هايله بالشكل ده كده.
الطاسه الثانيه عندي. لازم السمسم يبقى سخن. ممكن لو انت مش عايزه تجيبي السمسم محمص نجيب ان هو ني ونحمصه ونستفاد بايه بالسخونيه بتاعته. الطاسه اهي كده يا دوب بس ان هو يسخن معانا. الكراميل اللي معانا شغال، ورقه فويل بسرعه، و الرول يا شباب كده بالشكل ده. خلاص انا كده حضرت حاجتي، كده جاهزه ان انا اروح حاطه السمسم على الكراميل مع العسل مع الليمون مع ميه الورد. بسم الله مع الحبهين. هتلاحظوا ان انا ما حطيتش السمسم كله. ليه؟ علشان ما يبقاش ان هو اكتر من الكميه اللي انا حطاها. بصوا كده اتشرب اهو الكراميل كله. الشغل بقى هنا كده يبقى بسرعه. ليه؟ علشان دي لو قعدت دقيقتين ثلاثه هتلاقوها نشفت. اهي اتشربت كله. يلا بينا بسم الله. نعم. عايز ايه طيب؟ أوكي. انا خلاص يعتبر خلصت. بصوا كده، بصوا بقى انا الصبح برضو دي انا عملتها سهلت لي اكتر بصراحه. عملت ايه؟ البيست كلافز بسرعه بسرعه بسرعه، ورحت دهنه ايدي زيت عشان اعرف ان انا اشكل اللي انا عايزاه. بسم الله. بالرغم ان هو سخن فتخلوا بالكوا قوي. بصوا كده ببدأ ان انا ابطل بسرعة، بس خلوا بالكم ان هو سخن. بالشكل ده واعمله اساوي كده. بالشكل ده شايفين المنظر. ابدا ان انا اعمل ايه؟ اروح فاتحه بسرعه الرول بتاع السوداني. شايفين المنظر؟ طبعا لازم يمسك شويه. لازم يمسك شويه. هنخلي بالنا من المرحله دي كويس قوي. هو طبعا لسه سخن فلسه ما مسكش معايا. كده لازم اقلع ده. الشغل في المرحله ديت بيبقى صعب قوي علشان السخونيه اللي احنا بنشتغل دي. بصوا بقى نروح عاملين كده. شايفين؟
لو ما كانتش سخنه معايا ما كانتش هتلف بالشكل ده. لو نشفت معايا زي ما عملت معايا الصبح، عشان كده قلت لكم انا اما اشتغلت كنت حابه ان انا اللي اعمل بايدي عشان اي حاجه تظهر معايا وانا شغاله اقول لكم تخلوا بالكم وانتم شغالين. بالشكل ده بنبدا نسيبها تبرد شويه، مش تبرد خالص، لا يا دوب ان هي تهدى معايا، وابدا بعد كده اقطعها بسكينه تكون حاميه. ممكن ان احنا نلفها بالفويل واسيبها شويه. طيب احنا قدامنا قد ايه يا سلطان؟ مش سامعه. قدامنا قد ايه؟ طب ممكن تنزلي المقادير على ما دي تهدى شويه كده ونقطعها؟ لا مش هنقول؟ ماشي اوكي. يعني اللي هو المقام الضيقه دي بس كده عشان اعرف ان انا ايه اقطعها وتكون مسكت معايا. السكينه فين؟ السكينه الصفراء فين يا هننزل مقادير الحلقه دلوقتي وهنشوف دلوقتي مع بعض رول السمسميه واحنا بنقطعه، ولازم تتقطع وهي دافيه ما تبردش علشان ما تنشفش معايا. بسم الله يلا بينا. مقادير التمريه بالمكسرات، مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ نص كيلو تمر طري وبسكوت مكسر وكوبايه من الفول السوداني وكوبايه من الفستق ومعلقتين كبار من الزبده. دي مقادير التمريه، اسهل منها مفيش. معانا ايه كمان؟ مقادير مكعبات جوز الهند بالسمسم، كوبايه من البسكوت المطحون وكوبايه من الفول السوداني ونص كوبايه من السيرب التقيل، وممكن لو مش موجود نستخدم عسل نحل او عسل جلوكوز، معلقه صغيره من ميه الورد وتلات كوبايات جوز هند ناعم، تلات معالق كبار من السكر البودر ونص كوبايه سمسم ونص كوبايه من الحليب المكثف. مقادير الحليب المكثف بقى عشان تبقي عاملاه في البيت وما يبقاش ان انت جايبه حاجه من بره، بتقولي ان احنا معانا ايه؟ كوبايه ميه مغليه، ولازم تكون مغليه، ربع كوبايه زبده، كوبايه من الحليب البودر، كوبايتين من السكر وفانيليا. حطيهم كلهم في الخلاط وابداي اشتغل ويطلع معاكي زي الفل. رول السمسم بقى تعالوا كده نقطعه واحنا شغالين. انا نقلته من ورق الفويل على بلانشه علشان نشوف واحنا بنقطع. الرول يبقى دافي والسكينه تكون حاميه. بسم الله. بصوا كده المنظر، الرول يبقى دافي ونسيبه ينشف براحته، لكن ما استناش لما يبرد وارجع اقطع. شايفين عامل ازاي؟ ما شفتش حقك عليا اهو. شايفين ازاي اهي وايديا اهي. نقطع، ممكن نشيل السوداني ده ونبدله بفستق او اي نوع مكسرات انتوا عايزينه، بندق، عين جمل، زي ما انتوا عايزين. بالشكل ده كده نعم. يلا بينا. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم، يا رب دايما دايما اكون قدرت افيدكم النهارده. اسيبكم بقى، بكره عندنا حلقه مميزه جدا ان شاء الله، حلقه غريبه من نوعها. هنعمل بكره نوع من اللحمه، بس هنعمله ازاي دي بقى خليها مفاجاه بكره. وهنعمل برضو كفته بكره، الكفته برضو هنعملها هنشكلها على حاجه غريبه ما تتخيلوهاش، واللحمه هنسويها على حاجه غريبه برضو ما تتخيلوهاش. فحلقه بكره كلها مفاجات وكلها غرائب، واحنا هنقلب البرنامج غرائب وعجائب مع نونا. فبكره ان شاء الله باذن الله الحلقه تكون مميزه شويه وتشوفوها وتنور رضاكم باذن الله. اسيبكم بقى على خير واشوفكم على خير في حلقه جديده من البلد يوكل مع نونا على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. بيتجدد لقائنا الساعه 10 الصبح، واللي فاتوا اي حاجه من حلقتنا النهارده ومن حلوياتنا بيقدر يتابعنا 9:30 بالليل. اسيبكم على خير واشوفكم بكره ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم.